كيقول لي كل عام غادي تسقطي غادي تخرجي من المدرسة، وأنا داك التحدي ديال أنني ما خصنيش نسقط باش ما نخرج. كأي فتاة قروية بديت المسيرة ديالي، يعني كانت مسيرة بطبيعة الحال محفوفة بمجموعة من الصعوبات والعراقيل. العائلة ديالي كان عندهم واحد الرفض أنني غادي نتحول من فيلاج أنني نمشي لمدينة كبيرة نكمل فيها قرايتي. أخذ ورد مع الوالدين ديالي والإخوان حتى وافقوا، كملت المسار الدراسي ديالي في كلية العلوم القانونية وبستات، حصلت على الإجازة، من بعد ولجت لسيت الماستر، حصلت على الماستر. في الفترة فاش كنت كندير في الرسالة ديال الماستر كنت خدمت على موضوع جمعيات المجتمع المدني وسؤال الرقابة المالية، يعني الدعم والمساعدات المالية اللي كتلقاها الجمعيات من الدولة والمؤسسات العمومية والجمعية الترابية. من ثم بدا المسار الجمعوي، خرجت في الجمعية ككاتبة عامة. كأي بنت في البادية ضروري أنك تساعد الوالدين ديالك. الأب ديالي فلاح، يعني كيخدموا والفلاحة بشكل تقليدي، كاين تربية المواشي، هذا ضروري أنك خصك تساعد في البيت. يعني دائما كانت عندي الفكرة أنني نرجع لبلادي وندير شي حاجة المجال الفلاحي بالخصوص. الحمد لله، هي ماشي سهل أنك تدير المشروع ديالك في البالية وتقابله وداكشي، ولكن وتوفق ما بين القراية ديالك وأنك تجي تقابل المشروع. ولكن الحمد لله أنا لقيت مساعدة من الوالدين ديالي، خصوصا الأم ديالي اللي كانت معاوناني بزاف، والأخ ديالي. كفتاة قروية كل فخر واعتزاز أنني الحمد لله قدرت نوفق ما بين المسار الدراسي ديالي ونجحت فيه، وكذلك أنني بقيت مرتبطة بالبادية وبالقرية ديالي وبالإنتاج الفلاحي. كنتمنى أن تكون مبادرات اللي تشرك المرأة القروية، المرأة الفلاحة، اتخاذ القرارات اللي كتهمها خصوصا في المجال الفلاحي.